مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حدث جديد من حصة طب الأعشاب. اليوم جيناكم موضوع السركيدوز. السركيدوز اللي هو خلل مناعي يصيب الإنسان. كيفاش يجي السركيدوز؟ تبدأ الإنسان بسعلة ناشفة وتتطور، دائما تصيب الإنسان يسعل ويقول لك أنا السعلة تاعي راني ما رانيش نخرج، راهي سعلة ناشفة، راهي تطور بالعقل، ويكون يعني لما يسعل المريض دائما يصيب بالحريق في الصدر تاعو، يتبلوكا في التنفس، يبدا ينتشر لانه الالتهاب هذا يبدا يتطور، هو مشكل في الغده، في الغده اللمفاويه، تبدا في يعني اي ما عندوش مكان معين ويقدر يدمر جميع الاعضاء تاع الانسان، يقدر يبدا في البومو ويبدا ينتشر، يبدا ينتشر يدير طفح جلدي، يبدا تبدا الحكه في جلد الانسان، الاكسجين يكون كل ما يروح هو ينقص له، يدير له الحمى، الارق، وتصيب الانسان دائما راه يضعف، الحاله تاعو راهي تتطور بالعقل، ويصيب الانسان يعني في حتى في الكور تاعو راهو يتبدل، يشيان اللون تاعو راهو يشحب، يدير التهابات في العينين، يولي المريض الى قاس له عينه يولي يقول لك كيفاش يشوف ضبابه ما يشوفش مليح، يولي ما يقدرش يشوف الضوء، دي فوا يصيب عينه تحمار وما يعرفش، تقدر الدروات وتقدر القوش، وراه يتطور بالعقل، يشوف كذلك اماكن في الجلد تاعو ماشي طبيعيه، تبدا بقع حمراء بنفسجيه، وتبدا يعني يقدر يدمر الكبد، الرئتين، يعني يتطور بالعقل حتى وين الطحال، يدمر كلش، يتطور حتى وين يقيس القلب، لانه القلب علاش يتقاس؟ لما يدمروا الاعضاء هذو تولي الخلل في لا سيكراسيون تاع الدم، يبدا القلب كذلك احيانا يحس بنبضات مختلفه، القلب تاعو له عنده اضطراب، ما يخبطش كيما مالف، يقدر يزيد يقدر ينقص يقدر يتبدل، المريض يولي دائما مخلوع لهنا، والمرض هذا ماهوش كيما يعني في وقت مضى الطباء يشخصوه مع يقدر يقولوا عندك المرض، كيروح يقولوا سل، عندك السل، هو ماشي سل، لكن الان لانه ما عرفوش السبب نتاعو ماهوش سبب واضح، الان الحمد لله راه كل حاجه تطورت، راهي كاينه اشعه تثبت لي رام، كاين كلش يعني في المده الاخيره لهنا يثبت باللي هذا المشكل هو خلل مناعي يدمر اعضاء الجسم تاع الانسان، يقدر يكون كذلك يجي على حسب التشخيص، يقدر يكون المريض خاصة النساء لأنه أكبر عرضة لهذا المرض هما النساء أكثر من الرجال، يقدر يجي من الغبار بزاف، يقدر يجي من الجليد بزاف، كما مثلا الرجال يخدموا برا، كاين اللي بات عساس، كاين اللي بات يخدم في الليل، الجليد هذاك يأثر عليه، كذلك المرأة إذا كانت في الدار تستعمل الكوزينة بزاف، هذاك السخانة هذيك يعني خاصة السيدات بزاف يطيبوا المطلوع ولا قدام الطاجين والسخانه هذيك راهي تنشف لها في البومون تاعها، هي ما على بالهاش، ويعني كاين بزاف اسباب اللي يدوا لهذا المرض. كذلك من اسباب المشكل هذا كاين بزاف اللي يدير مثلا في الدوش يخلوا لافابور بزاف قويه ويبقاو يغيسبيغيو في هذاك الدخان، في الحمام نفس المشكل، كاين اللي يخدم في وزين كذلك فيه الغبار بزاف وما عندوش التهويه مليحه، كاين كذلك الضباب اللي يمشي بزاف في الضباب وراه يتنفس في هذاك الاكسجين يعني ماهوش راه مخلط وبارد بزاف، كذلك يسبب له المشكل هذا، كاين التهابات كذلك حتى تقدر تكون في المواد الكيماوية، هذه كامل يعني سبب واحد لأنه رايح يتلفوا الخلايا تاع الجسم كامل، يقدر حتى الإنسان يبدأ في رجله في يده ما عندوش، يقدر في عينه ما عندوش مكان محدد لأنه هو رايح هذا المشكل يمشي، لما يروح الطبيب يعني لما يروح المريض للطبيب يعمل أشعة وكامل على صدره نشوفوا باللي في الراديو تاعو البومون تاعو راهي مزروعه كيما حبيبات الطعام، لانه التهاب هذاك الغشاء يكون ملتهب يبدا يتمزق، هذاك هو المشكل، يعني لما تبدا تنشف والمريض يبدا يسعل ثم يعرف باللي لما ما يرميش اكرامكم الله الضخمه عرفوا باللي ثم راه خلل في يعني في الرئه،
يعرف بلي راهي تنشف، هذا هو المشكل تاعها، ويبدا يعني حتى يقول لك راني مضيق صدري راه مضيق، يقدر يبدا يصيب ساعه الخباط وما يفيقلوش، يقدر يكون كاين وما يفيقلوش، نبضات القلب تولي ماشي منظمه، ساعه تجي قويه وساعه تجي قليله ما يفيقلهاش، يبدا يقدر يبدا القلب يعيا وما على بالوش، يعني حتى يوقع على المشكل يولي كبير. ودائما نقول انه الوقايه خير من العلاج، الوقايه ثم الوقايه، يعني ما نبقاش حنا دائما نحوسوا على الدواء، يعني الوقايه نحسنوا امورنا، نحفظوا رواحنا، يعني كما نقولوا انا نقولوا التغذيه، ويعني كي كذلك شروط الانسان يعرف كيفاش يحافظ على روحه، كما ما قلنا الا كان الضباب نقدوا كما اليوم ترى هذو تاعكم رانا دايرين البافيت، يعني كاين بزاف وقايه، كاين نتفاداو الغبار، هذو من اسباب الوقايه، يقدر الانسان ينقص على روحه المشكل. لهنا انا جبناكم وصفه، ودائما نقولوا باللي كل مريض والحاله تاعو، وكل مريض على حساب واش عنده، يقدر يكون ياكل ادويه نعرفوها، يعني دائما حتى نسقسوا على المحيط اللي عايش فيه، ننصحوه على حوايج. لهنا جبنا لكم قشره الرمان، الرمان الحامض، يعني الرمان القارص. عندنا كذلك لهنا الدهان، لهنا الدهان يعني من كل ما يكون قديم من الاحسن، كل ما يكون قديم مخبي قديم راح تكون فائده تاعو اكثر. كذلك عندنا بذره العنب، لهنا البذور الحبه اللي يعني الزريعه اللي تجي في الحبه تاع العنب الاسود، يعني الشجره اللي تجي بالعنب الاسود. عندنا لهنا الشوفان كذلك، ودائما نقولوا لهنا راه عندنا العسل، العسل اللي لك يعني يعني نقدروا نقولوا بلي لازم ماشي العسل والدهان في المشكله، في المشكل تاع الساكيدوز لازم يكون الدهان ولازم يكون العسل. دائما نقولوا اذا كان المريض كذلك مخصوص، يعني شفنا عنده هو دائما هذه الحالات نصيبوهم عندهم لافيلاس تاعهم ماشي مليحه فيها خلل كبير خاصه الكبد، نستعملوا معه معجون التمر. ولهنا عندنا خلطتنا، دائما نكونوا موجدين كيما تشوفوا، نوجدوا لكم الخلطه، الخلطه تاع الساكيدوز راهي لازم تطيب، ودائما ننصح وهذه نقدروا نقولوا واجب، دائما كي نخدموا الخلطه تكون محفوظه في اناء تاع الطين، يعني كل ما تكون في الطين لهنا كل ما تطول مخبيه ما راهيش راح تفسد وما راهيش راح تتغير في يعني في المفعول تاعها. دائما الخلطه اللي راهي لهنا ودائما نغطوها بالغطاء راهي مستوره، وكل ما يكون الدواء يقدم راه المفعول تاعو راح يزيد في العلاج، تكون النتيجه تاعو احسن. كذلك لهنا دائما نقولوا رانا نزيدوا عسل معجون التمر او عسل التمر، يعني العسل وحده والمعجون وحده. لهنا خلطتكم خلطه، ودائما نقول لكم راهي خلطه ماهيش كامله في كلش، وراهي ماهيش طيبه، هو لازم الدواء تاع المشكل ساكيدوز لازم يطيب، ومن الاحسن دائما نقولوا نطيبوه على الفحم على نار قليله وعلى الفحم، لانه الفحم راه كذلك فيه فايده لكن المشاهد الكريم راه ما يعرفهاش. لهنا نخلطوا الخلطه تاعنا، وكذلك نستعملوا حتى حبه تاع البيض تاع الايوز الوزه، يعني كيف وقتها هو بيض تاع الوز كاين في الربيع برك ما كاش في كل وقت، لكن نقدروا يعني دوكا كل حاجه راه كاين التاوي نقدروا نستحفظوا به في الفريغو. عندنا لهنا كذلك الدهان، ودائما نقولوا كل ما يكون قديم راح يكون احسن. يعني حتى لو كان يكون المريض اللي هنا عنده السكر راح نقدروا نعاونوه، لازم ياكل الدواء في العسل العقده تاعو في العسل، وراح نعطوا له اعشاب نعاونوه باش السكر تاعو راه ما يطلعش وما يتلخبطش ما اونسي جامي، يقدر يطلع ويقدر يهبط، احنا راح نحافظوا عليه دائما، يقدروا يكونوا اعشاب زياده باش يبقى دائما محافظ على الحاله تاعو. كما راكم تشوفوا لهنا يقدر يعني حتى الدهان كاين اجهزه كاين زمان نسى تخبي في الدهان، يقدر يكون عنده حتى 5 سنين 6 سنين لهنا،
ونقدروا دائما انا نقول تقدر تكون حبه بيض تاع الوز نزيدوا نقدروا نرموها في الماء تسخن برك مليح ونخلطوها لهنا راهي ما طيبش لازم تكون دخلها برك كما يقولوا ربع طياب ونخلطوها مع الخلطه لهنا وتحفظ كما راكم تشوفوها لهنايا نديروها في طاس كيما لهنا وتتغطى كل ما تكون قديمه كل ما المفعول تاعها راح يزيد يعني والنتيجه تاعها تكون احسن يقدر حتى تخبى شهرين عادي والمريضه هي كل منها تقرب تخلص له يزيد يوجد خلط عقده واحده اخرى وراه يعالج في نفسه وراه يتحسن بالاقل. نصيحه للمشاهدين الكرام للمرضى تاع الحاله هذه انه الرجل اللي كان يدخن يبطل التدخين ينحي ولي زيبيز يتفادى الجليد السخانه بزاف كذلك راهي ما تساعدهمش المناطق الحوايج البرايس اللي فيهم الغبار يبعدوها يحافظ على يعني هو تكون عنده شويه نهجه ويكون عيان ولا يقدر حتى يعني ينقص الهدره لانه يعني المرضى ذاك كما قلنا راه يتطور لما يشوف روحه عيان حتى الهدره ما راح ما تساعدوش كل ما يهدر راح يزيد يساعد ينقص له الاكسجين الدوره تاعو قلنا ما راهيش نورمال راه فيها خلل ما يدورش مليح يحافظ لازم له الراحه لانه هو دائما راه يعس راه حاس بالعياء دائما الفشلان دائما قلنا راه تجيه الحكة هذه تسبب له الارق يعني ما تخليهش يرقد راهي ضعفاته هنا لازم له الراحه التامه يعني كل ما يريح كل ما يصيب للاحسن يصيب راحته. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حصه اليوم موعدنا ان شاء الله في الحصه القادمه مع موضوع البواسير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.